بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. على ما قسمنا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ الآن في شرح الأصول الثلاثة، وذكرنا أن القسم الأول المسائل الأربع، ثم المسائل الثلاثة، ثم لماذا ندرس التوحيد، والآن بدأ في الأصول الثلاثة. وذكرنا أن الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر، وهذه من أحسن ما يكون في التأليف أن يجمع المسائل ثم بعد هذا يبدأ بالشرح والتفصيل. نعم. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فإذا قيل لك: من ربك؟ وقلنا أيضا أن هذا مما امتازت به كتب المؤلف رحمه الله تعالى، أن يأتي بالسؤال حتى إذا سئلت تعرف كيف تجيب ويلقنك الإجابة. نعم.
وهو معبودي. لماذا هو المعبود؟ قال لأنه هو الرب، فإذا انفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى احتج على الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، وكان لزمهم من هذا الإقرار بتوحيد الألوهية. نعم. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والدليل قلنا هذا من أحسن ما يكون، نذكر المسألة مقرونة بالدليل. الحمد أحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الألوهية. لماذا؟ قال لأنه هو رب العالمين، فإذا كان هو الرب لابد أن يكون هو المعبود، لا معبود غيره. نعم. وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. كل ما سوى الله مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهو مخلوق، والخالق هو المستحق للعباد، ولا يمكن أن يكون المخلوق يستحق شيء من العباد. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم. أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الإيمان بالله أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. والأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى إجمالا أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة على وجود الله هذا دليل نقلي ودليل عقلي أيضا. والعقل الصحيح السليم الباقي على الفطرة لا بد يوافق النقل، وإذا وجدت عقل مخالف للنقل فهذا دليل على فساد العقل وأن عقل غير مستقيم. نعم. فبما عرفت الله؟ قال بآياته ومخلوقاته. كل مخلوق فهو آية ودليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وغير المؤلف رحمه الله تعالى بين الآيات والمخلوقات، مع أن كل مخلوق آية على وجود الخالق، لأن الأشياء التي تتغير يكون فيها دليل أقوى من الأشياء التي لا تتغير. فطلوع الليل، طلوع يعني الليل والنهار وطلوع الشمس والفصول مثلا تتعاقب وكذا، هذه فيها دليل أوضح من الدليل في المخلوقات التي لا تتغير، ولذلك هو غاير بين آياته ومخلوقاته. نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، هذا فيه دليل هنا شرعي نقلي، ودليل عقلي أن للمخلوقات ولهذا الكون خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لماذا؟ لأن مخلوقة. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم إياه توحدون وتفردون سبحانه وتعالى بالربوبية، يجب أن تفردوا بالألوهية. نعم. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى على ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في العقيدة الواسطية، يثبتون لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي يليق بجلاله عظمته لا يماثل استواء المخلوقين.
ولكن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظن الكاذبة، مثل أن ظننا العرش أو الكرسي أو السماوات تحيط بالله سبحانه وتعالى، أو أن الله سبحانه وتعالى مفتقر إليه. فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. يغشي الليل النهار يطلب حديثه، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر؟ بلى له، لا لغيره. ومن أسباب زيادة الإيمان التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، من أسباب زيادة الإيمان التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ناظر النمرود في إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فإذا كان هو الخالق والمستحق للعباد، قال أن أحيي وميت، فجاءه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بآية أقوى من الآية الأولى، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما استطاع النمرود أن يقول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال أنا الذي أخرجت من هنا. لماذا؟ لأنه لو قال هذا الكلام لشهدت الأمة على النمرود بالكذب، لأنه قبل أن يخلق النمرود والشمس تخرج من المشرق وتغرب من المغرب، وهذا فيه دليل أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده لا شريك له. نعم. والرب هو المعبود. والرب هو المعبود، يعني المنفرد بتوحيد الربوبية يجب أن يفرد بتوحيد الألوهية. وقلنا هذا التوحيد أي توحيد الربوبية أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلهم هذا في الإسلام، وكان يلزمهم الإقرار بأنواع التوحيد الثلاثة. وهذا فيه على ما سيأتي معنا في القواعد الأربع، أن من أقر بتوحيد الربوبية وصرف شيء من توحيد الألوهية لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. والرب هو المعبود. الرب هو المعبود أي المنفرد بتوحيد الربوبية يجب أن يفرد بتوحيد الألوهية. والدليل على ما هي عادة المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر الدليل من سورة البقرة. ذكرنا أن أول نداء في القرآن في هذه الآية، أول يا أيها الناس، ليس معنى هذا الكلام أنه أول ما نزل من القرآن، لا، أول نداء على ترتيب المصحف هو هذه الآية. إذن أول نداء في القرآن نداء إلى التوحيد، وأول أمر بالقرآن أمر بالتوحيد، اعبدوا أي وحدوا، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك، وهذا في أهمية التوحيد وخطر الشرك. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في أول السورة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، مؤمن وكافر ومنافق، وذكر أوصاف كل فريق من هؤلاء الثلاثة، ولكن أطال الله سبحانه وتعالى في وصف المنافق، لأن المنافق يلتبس أمر على كثير من الناس، هم العدو فاحذرهم. ثم جمع الله سبحانه وتعالى الجميع، قال يا أيها الناس، أي من مؤمن وكافر ومنافق، اعبدوا أول أمر في القرآن أي وحدوا، اعبدوا ربكم. لماذا؟ قال لأنه هو المنفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية سبحانه وتعالى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إذا كان هو الخالق هو المستحق للعبادة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم، لا خالق إلا الله، هو الخالق لكم ولكل المخلوقات. والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تجعلون بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. هذا من أحسن ما قيل في التقوى، أنها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة لا على جهل، لعلكم تتقون. ثم ساق الله سبحانه وتعالى الأدلة التي تدل على انفراد سبحانه وتعالى بالربوبية، وأنه هو الرب سبحانه وتعالى، وبهذا يكون الاستدلال على توحيد الألوهية.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل الإنزال أنزل من السماء، هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى له العلو في الذات والعلو في الصفات على ما سيأتي معنا من معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات. نعم. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم جاء بأول نهي في القرآن فلا تجعل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية ولا يجعل مع الله شريك في توحيد الألوهية. فلا تجعلوا لله أندادا، وقلنا هذا أول نهي في القرآن، نهي عن الشرك، والند هو الشبيه والنظير والمثيل، أي لا تجعلوا مع الله شبهاء ونظراء ومثلاء تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله من الدعاء والذبح والنذر وغيره. وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ قال تعلمون أن الله سبحانه وتعالى، وقد أقر الكفار بهذا، تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية. وهذا كثير في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى يحتج على الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام أنهم أقروا بالربوبية ولزمهم من هذا الإقرار بالألوهية، ومن صرف شيء من العباد لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في القواعد الأربع في القاعدة الأولى. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. نعم. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقرر هذا التوحيد، وهذا التوحيد قلنا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: يا أيها الناس اعبدوا. وأن الخصومة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام في هذا التوحيد: ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأراد أن يبين أن العبادة حق لله ولا يصح أن يصرف منها شيء لغير الله، وبدأ يضرب أمثلة على أنواع العبادة. منها قال: وأنه لم يحصر أنواع العبادة، والعبادة تعرف كما عرف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالله سبحانه وتعالى نثبت له صفة المحبة وصفة الرضا على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونثبت المحبة ومقتضى المحبة، وكما أن نثبت الرضا ومقتضى الرضا الثواب لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال: لا إله إلا الله، استغفر الله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال كالصيام مثلا. والصلاة تجمع الأقوال والأعمال، لأن الصلاة عبادة تتضمن أقوال وأعمال. الظاهرة الإسلام في حديث جبريل، الصلاة مثلا. الباطنة الإيمان في حديث جبريل، أو الخوف والرجاء والتوكل. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وتقدم معنا شرح هذه الآية، وقلنا أحدا نكرة تعم كل أحد، نبي أو ولي أو جن أو صالح أو ملك. وأن المسألة الثانية من المسائل الثلاث إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. من صرف منها شيء، شيء تشمل القليل والكثير، فلو قرب لغير الله ولو ذبابة فهو مشرك، شرك أكبر، كافر بالله سبحانه وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليه الصلاة والسلام
بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، وإن صرف الإنسان نسأل الله السلامة العافية شيء من العبودية لغير الله ولو مرة واحدة فهو مشرك شرك أكبر، نعم فهو مشرك كافر. وهذه عادة المؤلف أنه لا يذكر المسألة المقرونة بالدليل. نعم، ما هو الدليل على أن من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر؟ ونحن الآن نتعلم الحكم على العمل، لكن الحكم على العامل هذا لابد فيه من إقامة الحجة وانتفاء الشبهة، فنرجع للعلماء الربانين، وإن حكموا على إنسان بالكفر كفرنا، وإن توقفوا توقفنا. وهذه المسألة مهمة جدا، فلابد من الرجوع إلى العلماء في الحكم على الأشخاص، ونحن الآن نتعلم الحكم على العمل، والحكم على العامل لابد فيه من الرجوع إلى العلماء. هل معنى هذا أن نتوقف في تكفير من كفر الله أو أجمعت الأمة على تكفير؟ لا والله، لكن هذا الباب لسنا أهل أن نخوض فيه، وهو باب الحكم على المعين، فنرجع إلى العلماء أو إلى المحكمة عندنا فإلى تحكم عليه أنه مسلم أو كافر. إن كنا في مسائل مثلا مسألة الطلاق، لو جاء إنسان وقال قلت لزوجتي كذا وكذا وكذا، هل تكون بهذا الكلام هي طالق أم لا؟ نقول الله أعلم، لابد من الرجوع إلى العلماء. فإذا كنا لا نستطيع أن نحكم على امرأة أنها خارجة من ذمة رجل أو تحت هذا الرجل، فما بالك بخروج إنسان من الدين بأكمله، فلابد أن نتثبت في هذه المسألة. نعم، وهذه المسألة لابد أن نكون فيها وسط، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، لا إفراط ولا تفريط. نعم، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدع مع الله إلها آخر كائنا من كان لا برهان له به، هذه يسميها العلماء صفة كاشفة، لأن كل إله غير الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون لأحد برهان في أن هذا يستحق العبادة مع الله سبحانه وتعالى. وسوف يأتي معنا بإذن الله تعالى في كتاب التوحيد الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. نعم، إنه لا يفلح الكافرون، فحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر. نعم، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. وفي الحديث هذا هو الدرس الجديد إن شاء الله تعالى، نأخذه بالغد والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.